هذا العمل إهداء من الشاعر أبو صدام العمري إلى سالم بن محمد العمري برشكيوي. في ذمتي يا شيخ لو زاد الخطر إنك تفك الصعب لو أصبح محال. سالم محمد بن سعيد إذا حضر مثل الدوال وسيادها وزن وثقال. شعر ولا يبقى ظهوره في الشعر ولا يفكر بالظهور في ذا المجال في مدح من سبحانه ما بين الجبال شمخت ما سبحانه ما بين الجبال.